دلوقتي احنا عندنا الخضار بتاع السمك. انا عندي هنجيب البلانشة بتاعتنا بالشكل ده كده عشان هنقطع عليها البدنجان. البدنجان انا مرضيتش اقطعه من بدري لان هو بيسود، انا هقطعه حلقات بالشكل ده كده وهحط عليه شوية ملح زي ما احنا بنيجي نقلي البدنجان بنرشه بملح فبينزل المية، انا هرشه بالملح بس قبل ما اجي احطه في الصينية هنشفه من المية دي بالشكل ده كده. اركن بس كده على جنب. حاجة بسيطة وما يبقاش سمك الشريحة كبير عشان تبقى ماشية مع بقية الصينية بتاعتي او بقية الخضار اللي جوه الصينية كده اهو. مش عايزة دولي، هحطهم تاني بس الاول هرش ملح عليه بالشكل ده كده. اديله رشة بس ياخد ايه طعم شوية كده كفاية، واروح حطاه بس كده انا في البولة. يبقى كده تبلنا البدنجان سوا. وهنجيب بقى دلوقتي نتبل السمك، انا هركنه كده على جنب ونشيل ده ونظبط المطبخ اول باول زي ما اتفقنا بالشكل ده كده عشان الملح بقى ملح 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 بالشكل ده. هجيب بقى السمك. سمك انا مختاراه قاروص. ادي عندي السمك جبناه وفريش كده وطازه حاجه حلوه. وهنتبله بايه بقى؟ هنتبله بالملح وفلفل وزيت زيتون والثوم. نجيب الفلفل والثوم وهنسيبه. لو احنا عايزين مثلا النهارده قررنا ان احنا ناكل سمك يا ريت نتبله من قبلها بيوم، بيبقى الطعم احلى وهو بايت في التتبيله وشارب كل حاجه فبيبقى الطعم احلى كتير. هحط الثوم اهو بالشكل ده كده، ادي كده اهو عشان ايه تبقوا شايفين معايا كده اهو. وهحط الملح وفلفل، تتبيله بسيطه لاني انا لسه هحط الخضار بقى وبتتبيله، فيعني السمك هيبقى شارب من تتبيلته وتتبيله الخضار. وهحط شويه فلفل بالشكل ده وزيت الزيتون، بس الاول هحط شويه كمون ادي الكمون بالشكل ده كده كده حلو قوي. حط بقى ادعك كده بايدينا بالشكل ده وندعك حلو السمكه عشان تبقى اخده التتبيله. ونحط بقى ايه زيت الزيتون. طبعا احنا لسه هنحط زيت زيتون في الصينيه بتاعتي كده، يعني حوالي 3 معالق زيت زيتون. وهركنها على جنب. يبقى كده السمك عندي كمان اتبل. دلوقتي نظبط الاول المطبخ واقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. هنعمل ايه؟ هنتبل الخضار بتاعنا بالشكل ده. نرجع ادي الملح بس ايه فلت حاجه بسيطه. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب بوله عشان نتبل الخضار بتاعي. الخضار اللي احنا هنحطه هنحط فلفل احمر وهنحط فلفل اصفر بالشكل ده، شوفوا احنا مقطعينه بالطول. وهنحط جزر، شفتوا الالوان جميله قد ايه. وهنحط كمان بصل بالشكل ده كده. ادي الخضار بتاعي وعندي كمان كرفس، يعني هنحط كل الكلام ده سوا. وهناخد شويه بقدونس مفروم، يعني اللي بالنسبه للخضره ممكن تحطوا الخضره اللي انتوا بتحبوها. انا هحط شبت وبقدونس، انتوا ممكن تحطوا كزبره خضراء زي ما انتوا حابين، ممكن تحطوا نعناع، يعني الطعم اللي انتوا تحبوا تشوفوه او تدوقوه، مش تشوفوه تدوقوه.
وعندي معلقه زعتر، وطبعا عندي ملح وفلفل، نرجع نجيبهم تاني، وزيت الزيتون. وطبعا كل الخضار ده انا هضيف له البدنجان كده اهو، واحط شويه فلفل كده اهو، وادي برضو ملح. انا بجيبها قدام بس علشان خاطر تشوفوها معايا، تبقى الكاميرا جايبها لكم كويس. واحط كده رشه كمون، وهحط خل تفاح، شويه خل تفاح يعني، ادي رشه كده بسيطه. هقلب كل الكلام ده وبعدين اضيف له البدنجان. اجيب معلقه اقلب بيها. ادي التتبيله بتاعتي بتاعه صينيه السمك بالشكل ده كده، ريحتها جميله جدا. واضيف لها البدنجان. البدنجان اهو بدا ينزل في الميه، فانا هجيب ورق مناديل كده بتاعه المطبخ، يعني انشف واحده واحده ونحطها في الخلطه، او ممكن نقصها كمان عشان تبقى متناسبه مع الباقي. هاخد جزء، انا حطيت بطنت الاول القالب بتاعي بالورق الفويل وورقه زبده الاثنين سوا، وهاخد جزء من الخضار ده كده بالشكل ده، هفرشه بالشكل ده كده، انا هفرشه كده يبقى شكله حلو ومتبل بالخضار زي ما قلنا، بالاعشاب اللي هو الشبت وبقدونس وملح وفلفل وكمون وليمون، يعني تتبيله جميله اهو. هاخد كمان كده ادي، وهجيب السمك اللي احنا تبلناه، هحطه في القالب هنا كمان بالشكل ده كده. وادي كمان السمكه الثانيه بالشكل ده كده، بس الاول انا هاخد دول كمان احطهم عليه بالشكل ده. ادي التتبيله بتاعه السمك اهي بالشكل ده، بس عندي كمان انا شرايح الطماطم والليمون. شرايح الطماطم والليمون دولي انا هجيبهم وهحطهم جوه السمكه نفسها بالشكل ده كده. هرص الطماطم بتاعتي عشان احنا عايزين شكل الطبق يبقى حلو، وهجيب شرايح الليمون بالشكل ده كده، حاجه كده تدي طعم حلو. واجيب برضك السمكه الثانيه ونحط لها شرايح الليمون والطماطم ادي كده، وناخد من هنا برضك الليمون. الليمون بيدي طعم جميل ومزازه حلوه مع السمك. وهاخد بقيه الاول الخضار وهحطه برضك فوق السمك بالشكل ده. انا عايزاه يبقى حوالين السمك بالشكل ده كده، الالوان الحلوه دي كده كده. احنا طبعا مسخنين الفرن من قبل من الاول، مش هياخد وقت طويل، وهو كده كده السمك ما بيبقاش يعني ما بياخدش وقت طويل. احط بس كده شويه ليمون ورشه بسيطه من الفلفل الحامي ده كده فليكس دي، واشيل بس الحاجات دي بقى، اغسل ايدي عشان بالشكل ده كده، وهدخل كل الكلام ده الفرن كده. هي دي الصينيه بتاعتي. ادي السمك بتاعنا نطفي بقى الفرن، وادي صينيه سمك ريحتها
ريحتها حلوة جدا.